السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زميلنا أمير، نتحدث اليوم عن الخدمات التي تقدمها العتبة للزائرين الكرام خلال شهر رمضان المبارك. السلام عليكم زميلاتي، وأسعد الله صباحكم ومبارك لنا ولكم حلول شهر رمضان المبارك. على خير إن شاء الله، تقبل الله أعمالنا وأعمالكم إن شاء الله. نعم، نتكلم عن الخدمات التي تقدمها الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة. لا يخفى على الجميع يعني مدى الارتياح والطمأنينة التي يشعر بها الزائر هنا في حرم الإمام الحسين عليه السلام من أجواء روحانية وإيمانية وعبادية، خاصة في شهر رمضان المبارك. لهذا منذ اليوم الأول زميلنا أمير، خلينا نترك لك الجو الحديث حتى تحدثنا كثيرا عن التفاصيل والاستعدادات اللي قدمتها العتبة الحسينية في هذا المجال، وأهم الأمور اللي ممكن تكون موجودة أو مستعدين لها العتبة لإحياء شهر رمضان المبارك، باعتبار راح تكون ببعض الليالي الخاصة والإقبال راح يكون كبير جدا في هذه الفترة. لكم الحديث إن شاء الله. نعم زميلتي، منذ اليوم الأول لشهر رمضان المبارك لا وهو ليلة الجمعة يوم الخميس، شهدت مدينة كربلاء استقبال أعداد كبيرة من الزائرين، يعني تصل إلى الملايين أو عشرات الآلاف من الزائرين وصلوا إلى مدينة كربلاء لإحياء الليلة الأولى من اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، وكذلك إحياء ليلة الجمعة عند حرم الإمام الحسين عليه السلام وأخيه أبي الفضل العباس عليه السلام. نعم، أبناء كربلاء المقدسة وأبناء المواكب الحسينية، كذلك الأمانتان العامتان للعتبتين الحسينية والعباسية المقدسة، قدموا الكثير لهؤلاء الزائرين، منها المأكل والمشرب وأماكن للراحة لراحة الزائرين والكثير من هذه الأمور لتسهيل انسيابية دخول الزائرين وأداء المراسم العبادية هنا. وللتحدث أكثر حول الخدمات التي تقدمها الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة، ينضم معي رئيس قسم العلاقات في العتبة الحسينية المقدسة الحاج عبد الأمير طاهة ليحدثنا أكثر حول ما تقدمه الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة للزائرين خلال شهر رمضان المبارك. السلام عليكم حجي، مبارك لنا ولكم حلول شهر رمضان المبارك. نبارك لكم ولجميع مشاهدين الكرام حلول شهر رمضان المبارك، عاد الله على الجميع إن شاء الله باليمن والخير والبركة، ونسأل من الله سبحانه وتعالى بحق الإمام الحسين قبول الطاعات إن شاء الله في هذا الشهر الفضيل. حج، سنويا يعني آلاف الزائرين وقد يصل الأعداد إلى الملايين تفد إلى كربلاء لأداء مراسم أو إحياء ليالي شهر رمضان، منها الليالي ليالي القدر وغيرها من الليالي، كيف استعدت العتبة الحسينية المقدسة لهذه الأيام؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين. مثل ما تعرفون العتبة الحسينية حقيقة لها باع طويل في هذه الخدمات، فكان قبل شهر رمضان عقد عدة اجتماعات مع دوائر الدولة الخدمية وأيضا مع الدوائر الأمنية، الخطة الأمنية، وأيضا فيما بين الأقسام الخاصة بالعتبة الحسينية المقدسة لتقديم أفضل الخدمات حقيقة، باعتبار العتبة الحسينية هي الأكثر حضورا حقيقة في هذا الشهر الفضيل من خلال ليالي الجمعة وأيضا ليالي القدر. الحمد لله والشكر استقبلنا الخميس الماضي أعداد غفيرة جدا وكبيرة جدا حقيقة. العتبة الحسينية هيئت كل إمكانياتها ومنشآتها والأماكن الخاصة بها والتابعة لها، من ضمنها مدن الزائرين وأيضا المساحات المحيطة بالعتبة الحسينية المقدسة بعد التوسعة حقيقة لاستيعاب هذه الأعداد الكبيرة إن شاء الله. نعم حج، رد نتكلم اليوم عن المحفل القرآني الذي ظهر بحلة جديدة وبصورة مميزة، كيف كانت توافر الجهود لأقسام العتبة من خلال يعني قسم الصيانة الذي عمل على الاستياج وقسم الزينة والتشجير الذي زين هذه المنطقة، قسم الصوتيات، قناة كربلاء لها يعني إضافة جديدة اللي هي إضافة كاميرات جديدة وأماكن لنقل هذا المحفل؟ طبعا قبل هذا الشيء نحب نبارك لقناة كربلاء عيد ميلادها 14 حقيقة، نسأل من الله مزيد التوفيق والنجاح لهذه القناة ولكل كوادرها العاملة إن شاء الله. طبعا مثل ما تعرفون المحفل القرآني هو محفل كبير جدا يتم الاستعداد له مبكرا حقيقة من خلال تضافر الجهود الأقسام المعنية بهذا المحفل، فكان هذا المحفل في حلة جديدة إن شاء الله. طبعا هو متابع من ملايين الناس حقيقة، حسب ما سمعنا من جناب السيد المشرف العام لقناة كربلاء حقيقة من خلال الرسائل والاتصالات التي تصل للقناة على هذا المحفل عفوا. فالحمد لله والشكر هذه السنة كان بحلة جديدة إن شاء الله، نسأل من الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى إن شاء الله. حج، بالإضافة إلى قراء العتبات المقدسة، هل هناك قراء جدد أو يعني من قراء خارج العراق وداخل العراق سيشاركون في هذا المحفل؟ يعني حسب ما وصلنا من جناب الدكتور
رئيس قسم دار القرآن الكريم، أيضا راح يكون هناك مشاركات عربية ودولية إن شاء الله في هذا المحفل، وأيضا من مشروع الألف حافظ إن شاء الله راح يكونون لهم حضور في هذا المحفل إن شاء الله هذا العام. حاج، نتكلم عن مضيف الإمام الحسين عليه السلام، هل سيقدم خدمات للزائرين، خدمات إفطار عفوا؟ نعم طبعا، باشر مضيف الإمام الحسين عليه السلام بتقديم هذه الوجبات. مثل ما تعرفون يعني كل سنة هو يقدم وجبات للأيتام والمتعففين ولعامة الناس، فالحمد لله شكر باشر بالسفرة الرمضانية إن شاء الله، وراح يستمر إلى آخر يوم من شهر رمضان المبارك إن شاء الله. وين مكان هذه السفرة الرمضانية، وهل هناك صالة يعني مفتوحة للزائرين أو للضيوف وبالإضافة إلى السفرة الأخرى؟ طبعا مثل ما بينت لك السفرة الرمضانية راح تكون بين الحرمين إن شاء الله، وأيضا صالة الضيوف موجودة إن شاء الله، ونستقبل بها ضيوفنا في كل يوم إن شاء الله. نعم زميلاتي. نعم أحسنت أمير، كل هذه الخدمات موفقة إن شاء الله وبعين المولى أبي عبد الله سلام الله تعالى عليه. ما هي الخطط اللي إن شاء الله القادمة للعتبة الحسينية المقدسة في شهر رمضان المبارك، يعني إن شاء الله لو سمحتم بإيجاز؟ حجي يعني بالاستوديو يسألون يعني يوم بعد يوم ستزداد أعداد الزائرين الوافدين إلى كربلاء، ما هي خطتكم في الأيام المقبلة؟ طبعا مثل ما بينت لك بالنسبة إلى العتبة الحسينية المقدسة راح تهيئ كل الأماكن التوسعة اللي استملكناها وهيئناها إن شاء الله لهذه الأعداد المليونية. هذه السنة راح يعني تكون الأكثر بالنسبة للأماكن الموجودة من خلال التوسعة الحاصلة إن شاء الله، وأيضا هيئنا مدن الزائرين لاستقبال هذه الأعداد المليونية. مثل ما تعرفون هي على مداخل كربلاء، نجف، بغداد والحلة، فهذه راح تكون محطات استراحة لزوارنا الكرام يفطرون ويكملون ويجون يزورون إن شاء الله. فكل الأماكن إن شاء الله مهيئة ومستعدة لاستقبال ملايين الزائرين إن شاء الله. حجي، مدن الزائرين هل فتحت أبوابها في الوقت الحالي؟ طبعا هي مفتوحة لمدة يعني 365 يوم بالسنة 24 ساعة، بس مثل ما تعرفون لأجواء وشهر رمضان خصوصية، فايضا يعني استعدت مدن الزائرين وهيئت كل منشاتها وقاعاتها وحدائقها لاستقبال زوارنا الكرام ان شاء الله. جيد، محافظاتها موفقين ان شاء الله. عفوا زميلاتي، سؤال اخير للحجي. نعم حجي، نريد نسال على السلات الرمضانيه التي تقدم الى العوائل السوريه المتضرره، هل لا زالت مستمره هذه القوافل وهذه المساعدات؟ طبعا لحد اليوم موكبنا الدعم اللوجستي موجود في اللاذقيه ويقدم مساعدات الملابس والخيم والبطانيات والسلات الغذائية الجافة، وأيضا الوجبات المطبوخة للعوائل المتضررة من جراء الزلزال اللي حدث في سوريا. نسأل من الله أن يوفقهم إن شاء الله. طبعا قبل يومين كان حادث لمسؤول الموكب جناب اللواء علي الحمداني، الحمد لله قدر الله سبحانه وتعالى ولطف إن شاء الله يعني عدت خفيفة إن شاء الله، نسأل من الله الشفاء إليه وللمجموعة اللي كانت معاه، فاحنا مستمرين. نعم. ان شاء الله لحد هذه اللحظه موكبنا موجود وده يقدم خدمات ان شاء الله. ان شاء الله كل التوفيق. نعم. كل التوفيق ان شاء الله لكل من يسعى، سواء مثل ما ذكر قبل قليل الصحه والسلامه لكل من يسعى في ان شاء الله في هذه الخدمات في شهر رمضان المبارك، وكل الخدمه في حضره الامام الحسين سلام الله عليه مبارك ان شاء الله ومضاعفه. الشكر جزيل لك مراسلنا امير عرب ولضيفك الكريم، وان شاء الله نلتقيكم في لقاءات قادمه، الحديث كثير ان شاء الله وعندنا مواضيع كثيره في خاصه في هذا الشهر المبارك ان شاء الله نتواصل معكم. شكرا جزيلا ان شاء الله زميلات، شكرا لكم، احسنتم وموفقين ان شاء الله.